ام حمدي ام حمدي ام حمدي خير ابو حمدي شوفي شو خير يعني صار لي ساعه عم عيط لك وينك ما سمعتي لا ساعه ولا معه اول ما سمعتك عيطت لي جيت راسا لعندك المهم ليش معصب من شوي سمعتك وانت عم تغني ومبسوط با شو اللي قلبك هيك وين التفاحة اللي كانت هون ليك هون قدامك لك شو مفكرتيني اعمى ما بتص انا ما عم اسألك عن الشجرة عم اسألك عن التفاحة اللي كانت على الغصن هذا هون ليش هون كان في تفاحة ايه كان في تفاحة وتفاحة هالقد قد كبيرة كمان والله ما بعرف الله وكيلك ما مديت ايدي عليها لكن وين التفاحة؟ طارت؟ لا أيو شو طارت؟ ليش التفاح بيطير؟ لا التفاح ما بيطير بس بجوز عقلك من مخك طاير من زمان روحي بعتيلي حمدي بعتيلي حمدي بسرعة لساتك هون رايحة رايحة بس انت يعني على شو ضايج هيك؟ لك يا خيتي خفي رجلك طيب خير يا مو شو بك عم ترجع بتلهتي ابي صار له شيء لا لا طمن ابوك بخير طمن بس معصب كثير ومتضايق وقال بده اياك ومن شو معصب ما بعرف قال في تفاحه على الشجره ناقصه ولي على هالنسوه وين هو هلا عند الشجره اللي زرع جدك امسكي يا مو امسكي العناين وهون كمان ناقص تفاحة وهون كمان ناقص تفاحة بعد أخ أنا فرجيك يا حمدي أكيد غافلوك الحرمية بالليل ودخلوا البستان واسترقوا التفاحات عوافي يا بي لك وين كنت؟ وين كنت الحرمية نزلوا على البستان واسترقوا التفاحات؟ أنا ما نبهت عليك لما بيكون دورك بالحراسة تفتح عيونك مليح طمن يا بي ما حدا سرق شي شلون ما حدا سرق شي يا خيي قال ما حدا سرق شي قال شو بدك تكذبني يعني من هالشجرة وحدها ناقص أربع تفاحات والله بيعلم شو ناقص من بقية الشجرات كمان مزبوط يا بي ناقص أربع تفاحات بس ما نم مسروقين شوف إذا أكلتهم أنت صحتين وعوافي على قلبك بس كمان لازم تقلي مشان ما يغلق قلبي عليه لا يا بي أنا ما أكلتهم لك وينه ابو حسين معاون رئيس المخفر كان عنده جوله مسائيه ومر لعندي شرب كاسه شاي وقطفت له شويه تفاح وشويه عنب وحملته ياهم ونسيت خبرك انت ضيفته ياهم ولا هو اخذهم غصبا عنك لا يا بي شو غصبا عني انا ضيفته ياهم ضيافه اذا كان ضيافي معليش بس اصحك يا حمدي اصحك تخلي حدا يمد ايده على شجره وحده من شجرات البستان بدون اذنك اصحك ومين ما كان يكون مفهوم مفهوم يا بي مفهوم وثاني مرة لما بدك تضيف حدا خبرني فورا حاضر يا بي حاضر ماشي الحال خلصت تحويض الأرض تحت الشجرات لسه يا بي ما خلصت لكن ليش تركت شغلك مشان اجي لعندك يا بي امي قالت لي انك عاوزني اروح ارجع على شغلك قوام يعطيك العافية بي الله يعافيك يا بي شلون لقيت لي الشجرات سيدي طيبين منين سارقن لك ملعون؟ لا ليش في بالعاده؟ يعني بالله انت بتسرق الكحل من العين خايف قول انه انا تلميذك تقوم تزعل مني منيح اللي ما قلتها لانه كنت زعلت كثير خوش سيدي ف
تفضل دق لي هالفخذ من ايدي. كول. راح اخذ هالفخذ بس ما راح حل عنا. ودحلت تقول لي مني جبتوا لي هالجاجة. وحياتك على المسب مالي سارقون يا سيدي. لا تحلف بحياتي. لك انا بحلف 50 يمين انك سارقه. ولك انت تلميذي وانا بعرفك يا ابو حسين. ايه بس هالمرة فعلا مالي سارقون. لكن مني جبتوا؟ هذا يا سيدي الصبح وانا جاي بدي افتح باب المغفر لقيت جاجتين عم يتنقروا قدام الباب، والظاهر كانوا عم يتنقروا على حبة درة. واحدة من الجاجتين اشتكت لي وقالت لي دخيلك دخيلك يا ابو حسين، حقي من الجاجة الثانية خدت لي اياه، حبة الدرة الي وهي اللي خطفتها من نص من قاري. ايه وبعدين؟ قمت دقيت ايدي على صدري وقلت لها لعيونك مستحيل حدا ياكل لك حبتك، ومديت ايدي على الجاجة الثانية ومسكتها وحطيت الكلبشات برجلها. قامت يا حرام صارت تبكي وتعيط وتقول لي انا بريئة والله العظيم بريئة. والله الحبة إلي بالاصل إلي، والجاجة الثانية هي اللي خطفتها واخدتها مني. قامت مديت ايدي على الجاجة الثانية ومسكتها وحطيت الكلبشات برجلها. وبعدين بعدين اخذتهم على النظارة وقعدتهم هنيك ساعتين، بعدين عرضتهم على المحكمة وهنيك القاضي حكم عليهم بالاعدام. قمت انا جبت السكين ونفذت فيه الحكم الاعدام فورا. يخرب بيتك ضحكتني من كل قلبي يا ابو حسين. وبتقلي مالك سرقه؟ إيه طبعا، لانه هي لا تعد سرقه، الجاجات من تلقاء نفسه نجوا لعندي يستجدوا فيه، بقى معقوله طالعهم مكسوري الخاطر؟ لا طبعا، بينخرب ميزان العدل بعدين. لك يسلم لي اللي بيفهم يا سيدي. ولك شبعتني من الضحك، الله لا يعطيك العافية. يعني ما ضل شي ابني صغيري هون ولا هون فاضية خرج تفاحتين زراف طعمتهم بتطير العقل على قد مطيبين. إذا كان مثل ما عم بتقول بيلتقى له شي قرني بالخواصر. لكن قلت لي يا أبو حسين إنه الجاجات إجوا واستنجدوا فيه، الله يرحمهم، لو انتظروني ما كنت عدمتهم أنا، كنت أخذتهم بمنتهى الحنية على سوق الجاج وبعتهم هنيك. هات شوف التفاحة. تفضل سيدي دير يا التفاحة. شلون لقيته سيدي؟ طعمتهم طيبة ما؟ ما في ألذ من هيك، وريحتهم بتاخذ العقل. هدول التفاحات حصتك، أنا أكلت حصتي. من لك التفاحة؟ لا تقلي كمان اجوا لحتى يستنجدوا فيه وقالوا لك دخيلك يا ابو حسين دع كلنا. لا سيدي، هدول ضيافه من حمدي. مين حمدي؟ حمدي ابن ابو حمدي يلي عنده بستان باخر الضيعه. هلا ابو حمدي طالع عنده بالبستان هالتفاح والفواكه؟ اما شو موسم طالع عنده يا ابو تيسير بشهي ما شاء الله، الشجر حامل من عيونه. وكم تفاحه ضيفك لحتى شلت لي حصتي هالقد؟ هدول اللي قدامك نص الكمية اللي ضيفني اياها بالضبط. ايه تضرب من بين التلاميذ، ولك قد ما علمتك ما رح تتعلم. ليش سيدي؟ لانه لو كنت انا محلك يا اجدام كنت خليت كل التفاحات الي وما دوقتك منهم ولا تفاحة. هو انا حبيت اعمل هيك بس بعدين بصراحة خفت. ومن شو خفت بقى يا معاون رئيس المخفر؟ خفتي قابلك حمدي شي يوم يسألك عن طعم التفاحات. وليش لا يسألني حمدي عن طعم التفاحات طالما مضيفك ياهن إلك؟ لأنه احكي ولا لأنه شو؟ لأنه من بعد ما ضيفني شوية قلت له لازم تضيف شوية لرئيس المغفر مو حلوة. قام فعلا دوبل الكمية. اعترف وقول هيك من الأول، عم تبخششني من كيسي يا تافه؟ العمل يضربك بقى أرزلة. يعطيك العافية يا أبو حمدي. الله يعافيك. نعم شو بدكم؟ خير؟ ضرائب وأخذتوا، شو لكم عندي كمان؟ ما بدنا منك شي بس جايين نسلم عليك. والله إذا جايين مشان السلام سلمته ومشي الحال.
الله معكم، انا ماني فاضي للاخذ والعطاء، عندي شغل. ما شاء الله، باينتو موسم الفواكه عندك شي كويس كتير السنة يا أبو حمدي. نشكر الله ونحمده. وسمعت كمان إنه طعمة الفواكه غير شكل عندك السنة. نشكر الله ونحمده. وسمعت إنه كمان هلأ شو بدك تعمل لي إياها كويني يعني؟ سمعت وما سمعت؟ أنا مالي فاضي، الله يرضى عليك اسمع شيء، عندي شغل الله يرضى عليكن. لا لا يا أبو حمدي لا، هيك بتستقبل ضيوفك؟ نعرفك غير هيك، نعرفك إنسان طيب وشك حامي للضيف، فليش عم تقلعنا؟ هلق ممكن أعرف بالمختصر المفيد، شو بدكين؟ اشتقنا لك وجايين نشرب كاسة شاي عندك. يعني ولو أني ما بحب شوفتكن ولا القعدة معكن، بس أهلا وسهلا، اتفضلوا لشربكم كاسة شاي، تفضلوا. تفضل أبو تيسير. يسلموا هالديات يا حمدي. تفضل ابو حسين. شكرا يا حمدي. تفضل يا بي. لا بي ما بدي اشرب، اشربها انت. شايات معتبرات. صحتين وهنا. ما شاء الله هالبستان حامل من عيونه. نشكر ونحمده على خيراته. ويا ترى شلون طعمة هالتفاحات؟ طيبين وزراف مثل شكله؟ قوم يا حمدي انت وابو حسين حوشوا لنا سحارتين تفاح لحتى ندوقه. تامر ابو تيسير. وقف عندك، اصحك تمد ايدك على تفاحه واحده والا قسما عظما بضربك بها المجرف ضرب بجعل الله ما خلقك. لك شبك لك ابو حمدي، شو نسيت فينا احنا؟ لا والله ما نسيت، انت رئيس المخفر وهذا معاونك ابو حسين ومفروضين على الضيعه فرض. يعني هلق اذا قلعوكم من الخدمه بجوز ما تلاقوا واحد يقولكم مرحبا أو يعزمكن على كاسة شاي. الله عليك يا أبو حمدي، شو حكاياتك زراف. يلا أبو حسين يلا حمدي، روحوا عبولنا شي سحارة تفاحة تندوقن، شو بكون واقفين؟ يلي بمد إيده على تفاحة واحدة بدي أكسر له إياها وحمله إياها. لا هي يا أبو حمدي، هيك رح تخليني أزعل منك. ها وإنت بتعرف قديش زعلي صعب. بتزعل بترضى ما بيهمني، جدي الكبير دفع حياته ليحمي هالبستان وما يخلي حدا يمد إيده عليه. شاف مرة واحد من الجندرمة عم يسرق تفاحة واحدة، بتعرف شو عمل فيه؟ شو عمل؟ دحش له التفاحة بتمه دحش وخنقه فيها. سمعان بهالقصة، ويوم تعدموا لجدك الكبير من شان هالجريمة، وراح بكيس حاله من شان شقف التفاحة. وأنا حياتي بعد ما هي أغلى من حياة جدي، عم تفهم هالحكي يا أبو تيسير؟ طول بالك يا أبو حمدي، الشغلة ما وصلت لهون، بعدين سحارة التفاح ما رح ناخذها قلنا. كل ما هنالك انه القائم مقام سمع عندك بستان تفاح ظريف، فوكلنا بمهمه انه نجيب له سحاره من عندك لحتى يذوقها. وانا برايي ما الك مصلحه تزعل القائم مقام. شوف يا ابو تيسير لا تهدد، انا ما بخاف الا من يلي خلقني، وما حدا بيزعل من الحق، والقائم مقام ملوش حق عندي ابدا. الضرائب عم ادفع لكم اياها اول باول، وغير هيك ما لكم عندي شيء. روق أبو حمدي، خلص ما بيصير إلا اللي بدك إياه، وما رح ناخد حبة تراب إلا بعد إذنك وخاطرك، فإذا بتتكرم علينا بسحارة تفاح بيكون يكتر خيرك، وإذا ما بتتكرم علينا كمان يكتر خيرك. ها هلق صار الحكي غير شكل. يا حمدي الله يرضى عليك، روح عبي ثلاث سحاحير تفاح، واحدة للقائم مقام وواحدة لأبو حسين وواحدة لأبو تيسير، روح. حاضر يا بي. لك يا هيك الكرم يا بلا، ولك على عيني شواربك. ماشي الحال، بس تعبوا سحاحير خذوهم وتيسروا، انا بدي ارجع اسقي المزروعات. لك الله يعطيك العافية. حطهم هون يا ابني، حطهم هون. ايوه يلا روح شوف شغلك. يخرب بيته ما يبس راسه، العمى بقلبه العمى، انا بحياته ما حدا قال لي هيك كلام. انا نبهتكم على الشغل سيدي بس انتو ما رديتوا علي. هذا ابو حمدي ما ممكن تاخذ منه تفاحه من بستان وغصب عنه، يمكن تشلحوا البستان كله بالكلمه الحلوه والمسايره. لك على قد ما هو جلف ومبين عليه بخيل، على قد ما هو قلبه طيب وكريم. يتكرم ويتباخل على كيفه مع غيرنا مو معنا. ولك بتعرف اذا سمعوا الفلاحين بقصتنا مع ابو حمدي شو بصير فينا؟ ليش شو رح يصير سيدي؟ ببطل حدا يحترمنا، وما عاد حدا يحسب لنا حساب، وبهالصورة بيعرف القائم مقام بيقوم ببدلنا وبيجيب غيرنا. أنا ما حسبتها هيك يا أبو تيسير.
ما بده يكون عندك مخ تحسب فيه؟ لسه حامل لي هالبطيخة على كتافك على الفاضي. وهلا شو ناوي تساوي يا ابو تيسير؟ لازم اكسر شوكة ابو حمدي بأي ثمن. بس ابو حمدي شوكته قاسية. لا يا ابو حسين، كل زيتونة وإلى معصرة عصرها، لا تخاف. دخيلكم يا ابو تيسير، جاجاتي. شو بجاجاتك ولا؟ يا سيدي ابني الصغير نسي باب الإن مفتوح، أبو الجاجات طلعوا وسرحوا، وفي ناس شافوهن إنه فايتين لحوش المخفى. بقى بترجاك يا سيدي رجع لي إياهم، لأنه ما عندي غيرهم، صار لي سنة عم ربيهم مشان أعيش من بيضهم. بس أنا ما شفت دجاج بحوش المخفر لما فتت. أنت شفت دجاج يا أبو حسين؟ أبداً سيدي أبداً. يا سيدي بس في أكثر من واحد أكدوا لي إنه الدجاجات فاتوا لحوش المخفر. إذا كل هالقد متأكد إنه دجاجاتك بحوش المخفر، اطلع دور عليهم، الحوش كله قدامك. دورت سيدي، دورت أكثر من ساعة، ما لقيت شيء. معناته يلي حكالك كان عم يكذب عليه. طيب يا سيدي، دجاجاتي وينه؟ شو بيعرفني أنا ولا؟ شلون شو بيعرفك يا سيدي؟ مو أنت مسؤول عن أمن الضيعة؟ هيك اختلف الموضوع. إذا كنت جاي لهون لتقدم شكوى إنه دجاجاتك ضاعوا وبدك منا ندور لك عليهم، مندور لك عليهم، وبس نلاقيهم منسلمك ياهم من عيننا هاي قبل هاي. ما هيك يا أبو حسين؟ مزبوط سيدي مزبوط. سيدي خدوا دجاجتين هدية مني إلكم ورجعوا لي الثمن الباقيين سيدي. ليش أنت كم دجاجة ضيعت؟ 10 سيدي 10. آه 10. شفت شي 10 دجاجات فاتوا على المخفر عم يستنجدوا فينا يا أبو حسين؟ أبداً أبداً ما شفت سيدي أبداً. ها شفت؟ أبو حسين ما بيكذب، لو شاف كان قال شفت. أبو حسين تربايتي أنا، مربي على الأخلاق والصدق والأمانة والاستقامة. طيب يا سيدي خدوا 3، ولا إلكم خدوا 4، أنت 2 وهو 2، ورجعوا لي 6 الباقيين سيدي. يا ربي لك شو عم تحكي انت؟ لك ابو حسين؟ نعم سيدي، خذوا دمكم بالحبس بتهمة الرشوة. اما سيدي امشي معنا. دخيلك يا سيدي، بترجاك تتحطي بالحبس. اخي انا ما ضعني شيء ولا بدي شيء منكم، بس تركوني روح على البيت. الله يخليك يا سيدي. لك شو مفتكر انت دخول الحمام مثل الخروج منه لحتى نتركك هيك بسهولة تروح على بيتك؟ تروح روحك الهي. يا سيدي انا تحت امركم، شو تطلبون مني على راسي من فوق؟ بس تركوني روح على البيت، لانه مرتي مصبحه ممسية بدها تولى. يعني معقوله يجي الولد وابوه بالحبس؟ فهمت عليك سيدي، خذ هالكم جديه مصر معي غيرهم. لك شو رجعنا على الرشوه مره ثانيه؟ لك شو انت ما بتستحي سيدي؟ هدول مو رشوه، هدول حلوان المولود الجديد. ها إذا هيك ماشي الحال، اختلف الموضوع 360 درجة. على كافة الأحوال مبروك، وإن شاء الله بيربى بعزك ودلالك. الله يعزك يا سيدي، السلام عليكم. تعال هون يا نصاب يا قليل الذمة. قلت لي جاجتين ما هيك؟ سيدي نحن ما حكيت لكم بيت القصة، أنا حكيت لكم عن الدجاجتين بس هي نفس فيهم حكم القاضي. تعال هون أبو حسين تعال. نعم سيدي. وين بقيت الدجاجات ولا؟ عايشين سيدي عايشين. اليوم بتبعت لي إياهم على البيت ها؟ حاضر سيدي حاضر. بس بتعرف لك أبو حسين؟ نعم سيدي. أنا مبسوط منك كتير. إن شاء الله على طول بتضل مبسوط مني يا سيدي. لأنه هيك أثبتت لي إنه أنت تلميذي عن حق وحقيقي. نعم. وإنه تربايتي فيك ما ضاعت سدى. بس وينك ولا؟ نعم سيدي. اوعك مرة تانية تعملها، لأنه بنفذ فيك حكم القاضي. التوبة التوبة يا سيدي. ها رئيس المخفر أبو تيسير جاي لكم سحارة التفاح يا مولاي. سحارة التفاح؟ ليش أنا معينه رئيس مخفر مشان يجيب لي سحارة التفاح؟ وينه هو إلا؟ واقف برا عم يستنى الإذن بالدخول. خليه يفوت. حاضر. بس
السلام على مولانا القائم مقام المعظم. شو هذا يا ابو تيسير؟ انا معينك رئيس مخفر على ضيعه كبيره منشان جيبي سحارة تفاح. مولانا سحارة التفاح هاي ما إلى علاقة بحصتكم من الأتاوات، هاي على البيعة مولانا. وين المصاري؟ موجودين مولانا. تفضلوا. ما كان يتقل هالكيس شوي؟ إن شاء الله الكيس الجاي بيكون أتقل وأفضل. مولانا دوه التفاح. مو جاي على بالي التفاح هلا؟ نهشة وحدة بس، طعمتها طيبة كثير وأنا متأكد إنه بدها تعجبكم. فعلاً طيبة التفاحة. منين هي؟ يا بيه يا بيه، شو بك؟ شو بدك؟ ليش عم تلهب؟ القائم مقام. شو بقول القائم مقام؟ عنا. وين عنا يعني؟ إجا لعنا هو وحاجبه ورئيس المخفر ومعاونه. وشو بده القائم مقام حتى يجي لبستاننا؟ ما بعرف، ليش أنا بسترجي أسأله شو بدك؟ وليش لحتى ما تسترجي؟ شو هو يعني بعبع حتى تخاف منه؟ حتى ولو كان بعبع ما لازم تخاف منه يا حمدي، خليك رجال. يا بي تعال أنت قابله واسأله شو بده وخليني أنا على جنب. طيب بسيطة، مشي معي تشوف. شرف يا بي شرف. يا ابو تيسير، انا بحياتي ما شفت هيك شجر تفاح. شفت؟ ما قلت لكم مولانا؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا سيدي، اهلا سعادة القائم مقام. مولانا هذا ابو حمدي صاحب البستان. انت يا ابو حمدي فلاح نشيط، وكونك فلاح نشيط عم يطلع عندك هيك تفاح ظريف. يا سيدي نحمده ونشكره على عطاياه. انت من زمان بيطلع عندك هيك تفاح؟ كل شيء بإرادته يا مولانا، لما بيكون رضيان علينا بيعطينا. لك حمدي، أبو حسين. نعم سيدي. لك شبكن واقفين؟ لك يلا على البستان عبوا كام سحارة لسيادة القائم مقام. لا 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 لا، ما حدا بيقطف شيء، أنا مالي جاي أخذ تفاح. بالعكس كتر خيره أبو حمدي، مباري بعت لي سحارة تفاح ولسه ما خلصت. أنا حبيت يجي لهون واتفرج على البستان وبارك لصاحبه فيه. شكرا يا مولانا شكرا، هاي لفت كثير كريمة من جنابه. بكرة بس قطف الموسم إن شاء الله رح أبعت لك شي يرضيك. أنا ما بدي منك شي، هذا رزقك وانت تعبان فيه ولازم مردوده يرجع كله إلك. بس يعني إذا بتشربنا كاسة شاي ما منخجدك. إيه على عيني رح نشربك شاي، بس مو هلق، بعد الغدا مولانا. حمدي. نعم يا بي. الله يرضى عليك، فوت لعند أمك خليها تبلش بالغدا. حاضر يا بي. اتفضلوا اقعدوا يا سيدي، اتفضلوا اتفضلوا. شو بكم واقفين؟ اتفضلوا، يعني اذا سعادة القائم مقام بالذات نفسه قاعد على بسيطة بشو. اتفضلوا يا سيدي اتفضلوا. عود يا ابو تيسير عود، مو وقت الرسميات هلا، بامكانك تعود. حاضر مولانا. اي يا ابو حمدي احكي لي، في حدا عم يزعجك بالضيعة؟ ما حدا بيسترجي يزعجني يا سيدي. ليش؟ لاني انا ما بزعج حدا، يعني الناس بحالها، كل واحد بحاله، ما حدا له عندي شيء يا سيدي. يعني في حدا عم يتسلل على البستان ويسرق منه شيء؟ ما حدا عم يسترجع يحط رجله بالبستان من غير ما ياخذ اذن على الاطلاق. مولانا مثل ما حكيت لكم هذا جده بزمانه. مفهوم مفهوم. ابو تيسير امر مولانا. ما بدي وصيك الله يرضى عليك، هذا البستان بدها تكون حراسه مشدده عليه، الطير الطاير ما بدي يقرب ناحه، وكل شيء بيعتازه ابو حمدي بتلبوا له اياه فورا. مفهوم؟ مفهوم سيدنا. فعلا يا ابو تيسير البستان بديع وسيماره أبدع. شفته سيدي؟ شفت؟ ما قلت لك رح تنبسط بشوفته؟ بس يا سيدي ليش ما خليتني حوش لك شي كم سحارة؟ حاكم هدول تفاحات زراف كتير ما بيلتقى منهم وين ما كان. فعلا انت حمار اللي بتشوفه سيدي. انا حمار حمار، بس يعني يا ريت يا سيدي تقلي ليش انا حمار، بشو غلطت؟ رح اقول لك ليش انت حمار. تفضل سيدي. ما
خير ابو حمدي؟ ليش نمت برا مع انه كان في قرصة برد مبارحة؟ ليش انا نمت؟ ما جاني نوم، قلت لحالي اطلع اقعد هون، قمت ظليت برا. فيها شيء هاي كمان؟ لا ما فيها شيء، بس يعني مالك بالعادة؟ عادة اول ما بتحط راسك على المخدة بيوصل شخيرك لاخر الضيعة، ما بتفيق الا لأذان الصبح. هلق انا اللي بشخر ولا انت؟ ها؟ صحيح انه الجمل ما بيشوف حردبته. فوتي فوتي كملي شخيرك، فوتي هلق. ابو حمدي شبك؟ شو اللي زعجك؟ احكي لي، فضفض عن حالك بركي بترتاح. ليكون حمدي زعلك؟ حمدي؟ حمدي الله يرضى علي، بحياته ما زعلني. إلا كان شبك؟ اخ يا محمدي اخ، شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك، زيارة القائم مقام مبارح لبستاننا ما عجبتني مناوب، قلبي ناقزني منها يا ام حمدي. هلأ زيارة القائم مقام هي اللي قلقتك وما عم بتخليك تنام وتكمل شخيرة؟ لك لو كان عندك عقل يفهم كنت شرحت لك ليش خايف من هالزيارة، بس شو الخواص ما رح تفهمينا قد ما احكي لك. طيب احكي لي شوي شوي بركدم بفهم، بعدين انا مالي شايفة بزيارة القائم مقام شي بيخوف، بالعكس الزيارة بتطمن كتير. ليش؟ لأنه ما سمعت بإذنك كيف وصل رئيس المخفر يديروا بالهن علينا ووصاه ما يخلي حدا يقرب على بستاننا؟ لك قلتلك ما رح تفهمي، قلتيلي بفهم. المهم قومي قومي، عمليلي جوزة متي لقلك، قومي. حاضر، من عيوني أبو حمدي. يا أبو تيسير، القائم مقام الدم مني وصاك ببستان أبو حمدي، فشلون بتقلي؟ أنت نفذ اللي قلتلك عليه وانا المسؤول. يا ابو تيسير، اذا ما كنت خايف من ابو حمدي خاف من القائم مقام، هذا اللعب معه مو شغله سهله ابدا. ولك يا اهبل، انا ماني عم بلعب، لك انا بعرف شو عم ساوي. بس ابو تيسير. لك خلاص، نفذ اللي قلت لك عليه وبلع لك. ولا امرك سيدي. لعبها بقلبك العم، هزها يا محبوبي هزها، تفح الشام حلو له لزة، هزها يا محبوبي. يا بي هزها. يا بي شبك عم تلهث؟ ها شوفي، أنا كم مرة قلت لك لما بدك تجي لعندي لا تجي وانت عم تركض، على شو مستعجل يعني؟ المي. أنو مي؟ المي اللي عم نسقي منها الزرعات. اي شو بها يعني؟ قطعوها. شو عم تقول؟ انت متأكد؟ هاي جيت من هناك يا بي. ومين اللي قطعها؟ مين بيسترجي يمد ايده ويقطعها؟ اه مين؟ احكي بسرعه، فورت لي دمي يا حمدي. عناصر المخفر يا بي. انت شفتهم بعينك؟ ايه يا بي، ولما سالته ليش عم تقطعوا المي قالوا لي هيك الاوامر. اوامر مين؟ سالته ما جاوبوني، تركوني ومشوا. كان معهم ابو حسين؟ لا يا بي. معناتها الاوامر مش من ابو تيسير. طيب كان معهم ابو تيسير؟ لا يا بي. معناتها الأوامر مش من القائم مقام. والله شي بحير، من مين الأوامر اللي كان؟ يا بي ما في غير إنك تروح على المخفر وتسأل. ماشي الحال، دير بالك على البستان، أنا رايح على المخفر. حاضر يا بي. شو حمدي وين راح أبوك؟ كله تمام سيدي. حدا شافهم وهن عم يقطعوا المي عن البستان؟ حمدي شافهم سيدي. كتير منيح، لأنه هذا اللي بدي إياه أنا. سيدي ممكن تفهموني شو اللي عم تعملوا؟ هذا مو شغلك. مثل ما بدكم، مو شغلي مو شغلي. هلا بعد شوي اكيد رح يجي ابو حمدي، بافتح ادنيك ومخك شوي واسمع مني شو بدك تساوي. حاضر سيدي، اوامركم سيدي. وهي هي كل القصه، وابي راح على المخفر مشان يسال ليش قطعوا المي عن البستان. يبعث لي حمه على هالمصيبه، فعلاً قلب الحر دليله لك ابني. تعرف إنه أبوك ما قدر نام ليلة مبارحة وهو الآن؟ كأنه عرفان إنه رح تصير مصيبة بهالبستان. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمة، يا رب يا رب. شو هذا يا أبو تيسير؟ شو هذا اللي عزلته جندرمة تبعيتك؟ أهلين أبو حمدي. لك شبك شبك، قول السلام عليكم. ولك يا خي جاوبني بالأول، شو هذا اللي عملوه رجالك وبعدين بسلم عليك؟ لك شو عاملين رجالي؟ أي قال يعني ما عنده خبر. ومنين بدي أدرى إذا ما حدا خبرني؟ إن شاء الله تكون ما بتعرف مشان تأخذ لي حقي.
يا سيدي اليوم اجوا ثلاثه من الجندرمه تبع المخفر وقطعوا المي عن بستاني، بقى بصير هالشغل هذا يا ابو تيسير؟ هلا هذا هو الشيء اللي زعجك ومخليك تترك بستانك وتجي لعنا؟ على فكره شو اخبار بستانك وتفاحاته؟ معناتها الك خبر بقطع المي انت؟ الي خبر وانا اللي بعدتهم يقطعوها. انت؟ وعم تعترف كمان؟ هلق يا ابو تيسير بتأمر رجالك يروحوا يرجعوا المي، شو مفكرين يعني؟ الدنيا فلتاني؟ طول بالك يا ابو حمدي، طول بالك، عرف السبب بالاول وبعدين عيط على كيفك. يا خيي ما بدي اسمع شيء، جيب لي المي للبستان، بعدين اني مستعد اسمعك للصبح. ما بدك تسمع، انت حر. يا ابو حمدي يا ابو حمدي، اسمع شو بدي اقول لك رئيس المخفر، والا ما راح توصلوا لحل. طيب، هات لشوف، سمعني حتى اسمعك. لك يا ابو حمدي، انت بتعرف انه السنه ما نزل مطر كثير، والسايه اللي عم تسقي منها بساتينك وبساتين اللي حواليك خفت ميتها، وما عاد عم توصل المي لاراضي القائم مقام، فلذلك عطانا امر لحتى نقطع المي لبين ما يروي بستانه واراضي، وبعدين نرجع نفتح لكم اياها. يعني القائم مقام هو امرك بهالشيء؟ طبعا القائم مقام عطاني امر بهالشيء، ليش انا بقدر اتصرف واعطي اوامر من عندي؟ بس هذا مو عدل، هذا ظلم. لا لا يا ابو حمدي، انا هالكلمه ما حبيتها منك بنوب، وكرمال عينك رح اعتبر حالي ما سمعت شيء، وانت ما حكيت شيء. سمعت شيء يا ابو حسين؟ ابدا سيدي. على كل يا ابو حمدي، نحن ما رح نقطع المي عنكم على طول، كل الشهر زمان وبترتوي اراضي القائم مقام وبنرجع بنفتح لكم اياها. شهر زمان؟ ابي يكون الزرع كله مات. لك لا يا ابو حمدي، ليش عم تفاول على زرعك؟ ابو تيسير، بدك تفتح المي على بستاني هلق، والا بروح لعند القائم مقام وبحكي له. لا ما عم تهددني؟ افهمها مثل ما بدك يا خيي. ماشي، عقلك براسك وبتعرف خلاصك، روح اشتكي للقائم مقام لشوف شو بده يفيدها. ايه بروح. روح ابو حمدي. ابو حمدي. اي استنى، بدي احكي معك كلمتين. شو بدك انت الثاني؟ لك ما بدي غير مصلحتك. رئيس المخفر قطع المي عن بستانك من عنده، والقائم مقام ما امره بشي. انا متاكد من هالشي، ولذلك انا رايح لعند القائم مقام مشان ياخذ لي حقي منه. يا ابو حمدي، شو بدك بهالروح تعذب حالك وتروح على الفاضي؟ القائم مقام ماله بمكتبه، راح على اسطنبول مشان يحضر عرس اخته، وبيجوز يطول هنيك 10 ايام يعني، فاذا بدك تنتظره لحتى يرجع ويرجع لك المي لبستانك راح ينضر زرعك وبيجوز يموت. ليش ما تتفاهم مع رئيس المخفر وترضي؟ بعدين بتروح على بستانك بتلاقي المي رجعت لك. ارضي؟ بشو بدي ارضي؟ وليش؟ يعني ما حلك تعرف طبع رئيس المخفر، بطنه كبير وعينه ضيقه وحسود وما بحب الخير لحدا. شايف موسم التفاح عندك السنة كويس ورح يدر لك أرباح منيحة، فحب يلحس إصبعتهم من الأرباح، بقى زدت له قرشين وسكتوا فيهم مؤقتا يعني، وبعدين بس يرجع قائم المقام من اسطنبول أبقى روح لعنده واشتكي مثل ما بدك. أبو حمدي، هاي الشغلة ما بدها تفكير، زرعك هلأ أهم من كل شيء. وقديش بده ليرضى؟ ما بعرف، فوت لعنده واتفق انت وياه. فوت لك، افوت. طيب لك افوت، خلصني. يخزي العين عنك يا ابو حمدي، هلا لحقت تروح على اسطنبول ترجع بهالسرعه؟ ابو تيسير، قل لي بصراحه قديش بدك؟ برافو عليك يا ابو حمدي، هلا بلشت تفهم وتعرف وين مصلحتك. لك يا خيي، قل لي بصراحه بدون هالمقدمات، قديش بتريد؟ مستعجل بدي اروح على البستان. انت كريم ونحن بنستاهل يا ابو حمدي. طيب تفضل. شو هاي؟ ليرة ذهبية شق في وحدي. هالمرة ما حسبت صح يا ابو حمدي، زرعك بيساوي اكتر من هيك بكتير. لكن قديش بدك يا ابو تيسير؟ 10 ليرات عصمالية، ليرة تنطح ليرة. 10 ليرات عصمالية؟ ما حذرتش منوب، أنا مستعد إلحق القائم مقام لإسطنبول ومش مستعد أعطيك 10 عصماليات. بدك تلحقه الحقه، أنت حر. طيب ماشي الحق.
حول ولا قوة إلا بالله. خير أبو حمدي؟ أبو حمدي لك فهمني شو القصة؟ الفلاح أبو حمدي صاحب بستان تفاح يلي جنابك زرته واقف برا عم يطلب الإذن بمقابلة جنابكم يا مولاي. الظاهر قطف له سحارة تفاح وجايب لنا إياها بنفسه، خليه يدخل. أمرك مولاي. السلام على مولانا القائم مقام المعظم. وعليكم السلام والإكرام، أهلا أهلا بالفلاح النشيط، شو أخبارك؟ والله يا سيدي أخباري لا بتسر لا عدو ولا صديق. لا 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 لا، خير يا أبو حمدي خير؟ البستان صار له شيء؟ رئيس المخفر يا سيدي قطعوا المي وطلب مني 10 عصمليات لحتى يرجعها. قطع عنه المي؟ وشلون هيك بيتصرف بعد ما نبهته وقلت له انه يدير باله عليك وعلى بستانك؟ هو عم يقول انه جنابكم امرتوه بهالشيء. انا امرته بقطع المي عن بستانك؟ هو هيك قال لك؟ يخرب بيته يخرب بيته، شو كذاب ومفتري. بقى يا مولانا انا جاي لعندكم وكل امل انكم راح تحاسبوه وتأمروه يرجع يفتح المي من جديد. طبعا 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 لازم نحاسبه، نحن لا نرضى ابدا بمثل هذه الاعمال الشنيعه ولا نسكت عنها. اعانك الله على فعل الخير يا مولانا. ايه يعني بس لحتى نحاسبه لازم نتاكد انه فعلا قطع المي عن بستانك، ونتاكد كمان انه طلب منك 10 عصمليات لحتى يرجعها. التاكد من هالشيء سهل كثير يا سعاده القائم مقام، ابعثوا حاجبكن لبستاني او اي حدا من رجالكن يشوفوا المي. هو شغله قطع المي مو مشكله، ممكن نتاكد منها بسهوله، بس شلون بدنا نتاكد انه طلب منك 10 عصمليات؟ عندك شهود؟ كان حدا واقف معكم وسمعوا هو عم يطلب العصمليات؟ لا ما كان في حد. لا هيك ما صار في مشكله، لانه اذا بعثته انا وجبته لعندي وسالته اكيد رح ينكر، وساعتها ما رح نقدر نوصل للحقيقه. الحقيقه يا سيدي هي مثل ما عم احكي لك، انا مستحيل اكذب يا سيدي ومالي مصلحه افتري على رئيس المخفر. شوف هو انا عندي طريقه اقدر اكشفه وامسكه بالجرم المشهود اذا كان مذنب، بس اذا كان لنفرض طلع بريء ممكن ساعتها يتهمك بالافتراء. صدقوني يا مولانا انه طلب مني مصاري، اقسم بالله يا سيدي. انا مصدقك مصدقك يا ابو حمدي مصدقك، بس لنفرض جدلا 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 لنفرض يعني اذا طلع بريء انت مستعد تدفع له شرفيه؟ مستعد اعطيه اللي بده اياه اذا طلع بريء. بس قولوا لي جنابكن الاول، شو هي الخطة يلي راح تكشفوا فيها يا سيدنا؟ شوف يا ابو حمدي، نحن راح نعطيك من عنا هال10 عصمليات، وراح نبعث معك 2 من رجالنا حتى يكونوا شهود معك من غير ما يدرى فيهم رئيس المخفر. بتروحوا لعنده وبتفوت انت بتعطيه المصاري، وهن بيوقفوا على الشباك وبيتفرجوا وبيشوفوا شو راح يصير، منشان بعدين يشهدوا بالحق وباللي شافوا. أنا موافق ومستعد أعطيه الشرفية يلي بده إياها إذا طلع بريء. يا حاجب، مين أبو حمدي حبيب القلب؟ ولك 100 أهلين وسهلين فيه، لك انت احلى فلاح بهالضيعه. خير؟ في حدا معتدي على بستانك لحتى جاي لعندي؟ شوف ابو حمدين، اذا حدا بيسترجي يعتدي عليك او على بستانك بدي احسب الله ما خلقه. انت حبيبي، انت غالي علي، بعدين مولانا القائم مقام وموصي فيك شخصيا. ابو تيسير حاجتك لف دوران، تفضل امسك من ايدي. امسك. شو هدول؟ ال10 عصمليات يلي طلبتهم مني مشان ترجع تفتح المي على بستاني. لأنه بصراحة أنا رحت على البيت، يعني راجعت نفسي ولقيت إنه إذا بدفع لك ال10 عصمليات بكون أنا الكسبان. تفضل هاي الذهبات قدامك، بقى يا ريت تبعت حدا يفتح المي. أبو حمدي شو عم تحكي أنت؟ شو 10 عصمليات ومي؟ أنت شايف منامشي؟ شوف أبو تيسير، إذا كنت عم تراوغ مشان ترجع ترفع السعر، ترى أنا ما عاد أقدر أرفع ولا ليرة زيادة، وإذا ما بتقبل بهذول ساعتها والله أنا مضطر روح لعند مولانا القائم مقام وأحكي له كل شيء،
واذا بقى المقام ما انصفني رح اروح وقابل الوالي. لك شو ارفع سعره ونزله؟ ابو حمدي شو عم تحكي انت؟ فهمني. لك مش قلت امبارح طلبت مني 10 عصمليات مشان ترجع تفتح المي على بستاني؟ انا؟ معقولة انا اعمل هيك فعل شنيع؟ يخرب بيتك يا ابو حمدي، ولك انا ممكن اعمل هيك شغلة مع اي واحد بهالضيعة، بس معك ما بسترجي. لك شو نسيت يا ابو حمدي انه مولانا القائم مقام شخصيا وموصي فيه؟ بعدين تعال قل لك، مين قال لك انه المي مقطوعة عن بستانك؟ هلق لا تخوثني يا ابو تيسير، انا شفتها بعيني مقطوعة واجيت لعندك مشان ترجع تفتح المي، طلبت مني 10 عصمليات لحتى ترجعها. لك اسمعوا على هالسمعة اسمعوا، لك اكيد انت بلشت تخرف يا ابو حمدي، روح على بستانك وشوف كيف المي عم تخدق خدق فيه. لك يا ابو حمدي معقولة انا اجي لعيني واقلعها؟ انت حبيبي، بعدين القائم مقام قلت لك موصي فيه. خذ مصرياتك خذ. سيدي هذا كل شيء سمعته بين ابو حمدي ورئيس المغفر. ورحتوا على البستان وتاكدتوا انه المي ما له مقطوعه؟ نعم مولانا، رحنا وتاكدنا. تصرف انت وياه، يعطيكم العافيه. شو يا ابو حمدي؟ هي رئيس المغفر طلع بري. اقسم لكم بشرفي يا مولانا انه كل شيء قلت لكم اياه كان صحيح، واني ما كنت عم بكذب يا سيدي. هو اعترف لي بعظمه لسانه انه قطع المي، وهو بعظمه لسانه بعد طلب مني المصاري يا سيدي. شوف يا ابو حمدي، انا هلا ممكن احطك بالحبس بتهمه الافتراء على رجل من رجال القائم مقام، يعني الافتراء علي شخصيا، بس لاني بحبك ما رح احبسك، ويمكن اكتفي بس بتنفيذ الاتفاق اللي كان بيناتنا، واللي اول شرط اخر رضا، مو هيك يا ابو حمدي؟ هيك يا مولانا هيك. مولانا رئيس المخفر برا بيطلب الاذن بالدخول. عال اجابته خليه يدخل. امرك مولانا. السلام على مولانا القائم مقام. وعليكم السلام. يخرب بيتك شو انت هون؟ لك شو جاي تكمل تمليك علي؟ شو الموضوع يا ابو تيسير؟ يا مولانا، هذا الرجل اجى لعندي على المخفى، قال انه انا قاطع المي عن بستانه وما برجع له المي لحتى يعطيني 10 عصمليات ذهبيه. يا مولانا هذا بده يلطخ سمعتي ويسوي صفحتي قدامكم. طمن يا ابو تيسير، انت ما حدا بيقدر يلطخ سمعتك او يسوي صفحتك قدامنا. انت سمعتك عنا مثل المسك وصفحتك ابيض من البياض. الله يخلينا ياكم يا مولانا ويقدرنا على خدمتكم وخدمة أهل الضيعة الدراويش. نحن قدرينا بموضوعك مع أبو حمدي، لهيك جبنا لعنا مشان نحقق معه. دريتوا؟ معقولة مولانا دريتوا؟ أنا لسه ما حكيت القصة لحدا. فعلا يا مولانا أنتوا ما بتخفى عليكم خافية. معلوم. وطالما دريتوا بالقصة يا مولانا، فأنا بدي تأخذ لي حقي من هالإنسان المفتري هذا يلي حاول يهين كرامتي، ولذلك أنا بدي شرفيتي يا مولاي. وقديش بدك شرفيتك؟ بدي البستان يا مولاي. لا إن شاء الله دخيلكم يا سيدي، كل شيء إلا البستان. خذ روحي يا سيدي الله يخليك، بس البستان تركوه لي يا سيدي. لا تخاف لا تخاف، أنا ما رح أخذ البستان منك بلاش. صحيح أنت حاولت تأذيني وتضرني، بس أنا بدي أكون أحسن منك. أنا رح أعطيك حقه 100 عصمليه. وهيك يا أبو حمدي بيكون أبو تيسير ما خلى حدا يعتب عليه. هلا بتروح أنت وياه على المخفر بيدفع لك 100 عصمليه وأنت بتتنازل له على البستان. يلا الله معكم. وعلينا وقعنا. مشهود حبيبي. أيوه برافو عليك. تفضل حبيبي. وهي توقيع لشهود. أعطيه لأبو تيسير. تفضل ابو حمدي. تعا ابو حمدي تعا وقع لي على هالتنازل عن الارض. لك شباك اضحكوا. يلا حبيبي وقع لي هون لشهود. لك يسلموا. وهي البيت عصبلية. تفضلوا مولانا،
هذا تنازل أبو حمدي عن البستان إلي، وكمان عندك تنازلي عن البستان إلك، وكل شي صار مثل ما بتأمره بالضبط. هيني عفارم، عفارم عليك يا أبو تيسير، أنت فعلا رجل ذكي ونشيط ومخلص، وأنا رضيان عنك كل الرضا. رضاكم يا مولانا هو أقصى مكافأة بطمح لها أنا.